للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف اللواء دكتور احمد عبد الحليم، استاذ الاستراتيجيات باكاديميه ناصر للعلوم العسكريه. سياده اللواء، اهلا وسهلا بحضرتك. ما هي الهزه الارتداديه المنتظره لتحرك القوات المسلحه على مختلف الاصعده في ضوء العمليه العسكريه الجاريه؟ هي العمليه كلها عمليه يعني متراكمه، وبتتم في كل مسارح العمليات داخل مصر، سواء في سيناء الجيش الثاني والثالث، او في منطقه غربيه، او في داخل المحافظات، فمتحرك في كل حته. وكما قال الرئيس السيسي قبل كده ان هذه العمليه لن تتوقف الا بعد الانتهاء تماما من العمليات الارهابيه. نعم. وزي ويمكن شفنا عمليات كتير قبل دي، لكن عمرنا ما شفنا عمليه مثلا مسكت 400 واحد زي ما 400 ارهابي اللي اتمسكوا امبارح. نعم. ومنهم ناس جايين من بره ليسوا مصريين ولكن من جنسيات اخرى. بالتالي فإن العملية ماشية طبقا للمرسوم لها، وزي ما قلت قبل كده أكثر من مرة إنها ما تمتش وما ابتدتش إلا لما كان هناك معلومات شبه كاملة لكل الناس اللي موجودة والمخازن اللي موجودة وكل العمليات اللي موجودة، وبالتالي البيانات اللي بتطلع من القوات المسلحة بتؤكد هذا المعنى، لأن كل بيان بيضيف على اللي قبله عدد من الأمور. حاجة تانية كمان ناخد بالنا منها هو المزارع البانجو اللي موجودة دي، لأن البانجو ده أحد الموارد الرئيسية اللي بتدعم الجماعة الإرهابية. نعم. فمن كل ناحية، سواء من ناحية القبض على الإرهابيين، أو من ناحية قتل الإرهابيين، أو من ناحية تفجير المخازن أو إلى آخره، كل هذا كلام ماشي علشان ننتهي هذه العملية ونبدأ في بناء مصر على أسس سليمة بعد كده. سيادة اللواء، هل ينتظر أن يكون هناك، بالعودة إلى سؤالي اللي سألته حضرتك، هل ينتظر أن يكون هناك رد فعل أو هزة ارتدادية لهذا الزلزال الذي أحدثته هذه العملية في سيناء وفي غيرها؟ من مين؟ من العناصر مين؟ المستهدفة؟ لا، ما فهمش حاجة دلوقتي، ما قدروش يعملوا لا رد فعل ولا مش رد فعل. هم كلهم يعني تم القضاء على معظمهم، والباقي كله بيحاول يعمل حاجات مش قادر، وكل يوم والتاني، لان زي ما قلت حضرتك العمليه لم تبدا الا بعد ما توفرت معلومات شبه كامله عن الارهابيين والمخازن والى اخره، وبالتالي فالعمليه بتتم بشكل جيد. طبعا هناك ناس بتحاول انها من الخارج، يعني طبعا بيدعموا اللي هو نون ستيت اكترز او فواعل غير الدوله، جماعات الارهابيه الدوليه، انها تدعم الناس اللي موجوده، لكن الكلام ده انتهى، لان احنا لم نبدأ هذه العملية إلا بعد أن كانت لدينا المعلومات شبه الكاملة لكل ما هو موجود، سواء إرهابيين أو مخازن أو تحركات أو إلى آخره، وبالتالي فالعملية ماشية طبقا للتخطيط. سيادة اللواء، أنا سأحيل حضرتك لبيانات القوات المسلحة التي ترد يوما بعد الآخر. آخر هذه البيانات الذي كنا نتابعه، البيان السابع، يتحدث عن القبض أو تدمير بعض النقاط التي يتعين النظر إليها، العثور على مادة تي ان تي شديدة الانفجار، سي 4، دوائر نسف وتدمير، مركز إرسال خاص بالاتصال اللاسلكي، أجهزة اتصال لاسلكي. السؤال الذي يطرح تبعا لكل هذه المضبوطات عن آلية التمويل، ومن أين لهم بكل هذه التقنيات والوسائل التدميرية؟ دي قصة تانية قلناها قبل كده، هقولها لك باختصار شديد، لأن اللي بيدعم هذه العملية، لولا أن هناك دول على مستوى العالم بتدعم هذه العمليات الإرهابية وجماعات من غير التنظيم، اللي هو الجماعات الإرهابية الموجودة في العواصم الأوروبية، كانت العملية انتهت. لكن هم لأنهم ما زالوا موجودين فالعملية لم تنتهي، لأنهم بيمدوا هذا الكلام. نيجي لحاجة تانية، تنظيم الجماعات الإرهابية اختلف منذ 11 سبتمبر والعمليات اللي تمت في الولايات المتحدة، بقت عملية مختلفة خالص، لأن ما بقاش في تنظيم هرمي ولكن تنظيم نطلق عليه العنقودي، بمعنى أنه زي العنقود العنب، عبارة عن عنقود وفي مجموعة من العنب الموجود المختلف، كل واحدة من دول بتمثل خلية من الخلايا اللي موجودة. هذه الخلايا لما نكون على واحدة فيهم ما بنبقاش عارفين اللي جنبها، ده طبيعي جدا، لأن عشان كده هم غيروا التنظيم. طب مين اللي بيحرك الكلام ده كله؟ بقى رد على سؤالك المباشر، اللي بيحرك الكلام ده الجماعات اللي في الخارج، جماعات الدولية اللي في الخارج،
وبتعمل ثلاث حاجات: واحد بتحدد الخلية التي تتحرك، اثنين بتمدها بالتمويل اللازم، ثلاثة بتمدها بالأسلحة المختلفة التي قد تتطلبها هذه العملية. فبالتالي فباستمرار في الإمداد من الخارج. لكن النهاردة مع الاستحكامات اللي تمت سواء عن طريق البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر أو القوات الجوية أو القوات الجيش إلى آخره، ففي نوع من السيطرة شبه الكاملة على ما يجري داخل سيناء وداخل مصر بشكل عام. المضبوطات اللي تمت الإشارة إليها ست اللي هو كمادة تي إن تي أو مادة سي فور أو تي إن تي، دي ما هيش قضية، دي نعم. موجودة من سنين طويلة. أنا كنت هسأل حضرتك مباشرة عن ما تم ضبطه، ما الذي مما تم ضبطه يمكن تصنيعه ذاتيا داخليا بتقنيات بدائية، وأي مما تم ضبطه كذلك يتعين أن يكون قد ورد من نقطة نفاذ؟ ما احنا قلنا في بعض حاجات كتير جدا ممكن تعمل داخليه، نعم، وممكن تستورد من الخارج. التي ان تي ما هوش ماده عبقريه، ما هوش مثلا هنخترع قنبله نوويه مثلا، لا، ده عباره عن تفجيرات مواد مفجره بتتحط بشكل معين وتبقى قابله للتفجير وتتحط في اي حته. فدي ما هياش القضيه، ودي عمليه عاديه جدا. ما اعتقدش انهم هيقدروا يعملوا حاجه بالشكل ده الفتره اللي جايه، لان المداهمات القويه اللي بتتم من الجيش والشرطه والشعب المصري ايضا بتؤدي الى عدم قدرتهم على الحركه. وزي ما قلت لك ان في اعداد كبيره بيتم القبض عليها، اعداد كثيره بيتم قتلهم في العمليه، مخازن كثيره بيتم السرع عليها، مزارع للمانجو بيتم تدميرها، كل الركيزة اللاسلكي اللي هم مسكوها دي طبعا عشان يدعموا بيها، كان المفروض يدعموا بيها العمليات الإرهابية، لكن مش هيتم لأن تم القبض عليها وتم القبض على المراكز التي كان من المنتظر أنها تؤدي إلى أضرار دعائية. لأن طبعا أنت عارف أن الإعلام دلوقتي جزء أساسي من الحرب، وهو مما تم استهدافه أيضا خلال الأيام السابقة وفق بيانات القوات المسلحة، مركز إعلامي أيضا تم استهدافه كان موجود في، أيوة، في شمال سيناء. سيادة اللواء، حضرتك أشرت إلى حضرتك أشرت إلى الجهود الشعبية، وفق الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية لسيناء فإنه لا يمكن للقوات أن تحقق ما تحققه من نجاحات إلا بمدد وظهير شعبي واضح من أهالي شمال سيناء. أي دعم من ذلك الذي يمكن أن يقدم من أهالي شمال سيناء لهذه العملية؟ اساسا معلومات، يعني اساسا معلومات، والاهالي سيناء الحقيقه ناس شرفاء جدا ومن فترات طويله جدا، وهم بيؤدوا وظيفتهم وبيؤدوا الكلام اللي عليهم حتى من ايام ما كان في اسرائيل موجوده في سيناء فتره من فترات، كان الذي يقوم بالاعطاء المعلومات للقوات المسلحه المصريه هم الجماعات اللي موجودين في سيناء. فدول شعب محترم جدا ومخلص جدا لوطنه، وبالتالي احنا كمان بنعمل هذه العملية عشان يبقى عندهم فرصة كبيرة لعمليات الاستثمار داخل سيناء، نعم، وبدل ما يضطروا للخروج خارج سيناء. نعم، حديث القوات المسلحة حتى عن الإطار الشعبي المحرك لهذه العملية استلزم وفق البيان الصادر بالأمس عن القوات المسلحة أن يكون هناك بعض الغطاءات المرتبطة بالمدد المعيشي لهذه الأسر الموجودة في مناطق العمليات بالمجان يوزع من قبل القوات المسلحة. كيف استطاعت القوات المسلحة أن توائم بين هذين الاعتبارين، أن تكون هناك عمليات عسكرية مسلحة ضارية تقام على قدم وساق، وفي ذات الوقت يتم النظر بعين الاعتبار لاحتياجات المعيشية للسكان هناك؟ سيادة اللواء، عشان تعرف الخضرات العالية جدا للقوات المسلحة المصرية. وفي حاجتين حصلوا، وإنك تلاحظ حاجة تانية كمان حصلت أنت ما جبتش سيرتها، وهو إن محافظ سيناء الشمالية، نعم، شمال سيناء، وقف المدارس لمدة أسبوعين، نعم، عشان برضه يحافظ على الطلبة ويحافظ عليهم وما يحصل لهمش حاجة وإلى آخره. وفي نفس الوقت القوات المسلحة استطاعت أنها تصل بالغذاء للمنطقة، لأن طبعا الناس كلها في حالة حرب والقوات المسلحة في حالة حرب وإلى آخره من هذا الكلام، وبالتالي المطلوب أن يحصل نوع من الدعم من ناحية الغذاء، وده اللي تم. الغذاء تم وكل حاجة هتتم، وده يدلك على أن كل، يعني ليس هناك جانب من الجوانب تم إغفاله، ولكن هناك مراعاة لكل الزوايا اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء دكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ الاستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية.